يا مرحبا عند ابن غالي حسن والاسم مشهور من روس عزوات بني مطرف وشيخان الدبيلة. صار ماجور اليوم شفت النتائج والموازين الثقيلة. اليوم شفت النتائج والموازين الثقيلة. ماجور يا شاعر ارجعنا باللي صار ماجور تشاهد حقي من تشاهد زورا والمطرفي والنعم ما هو من الاسم الدخيلة. نتيجة ما نبك تلف ودور من شان ما يفشل المشروع والرحلة طويلة. كسب والنعمة ومجمل ومشكور الله يجملك يا محمد مع الروس الأصيلة. كل سور وانا رسمت الطريد وجبت للغاية وسيلة. وانا رسمت الطريد وجبت للغاية وسيلة انا عزازا نفس طبعا ما ناكل السور. النعمة تستوى والناس وقفت معك والنعمة ما هي مستحيلة. والناس وقفت والنعمة ما هي اليوم بدعت مع اللحن الحجازي لحن مجرورة ما هو بمعجز كتعداد الصفوف اللي تشيله. ما هو بمعجز كتعداد الصفوف اللي تشيله يا العيون يا في ساعة واحدة زال الظلام وشعشع النور والحد بين العرب يخلص عميلة من عميلة. والحد بين العرب يخلص عميلة من عميلة في ساعة واحدة يزال الظلام وشعشع النور. فكر محمد يدور له عذر
طيب طيب عاشو كم قلت لك لا تهور وابتعد عن كل محذور طيب طيب الشرع يحكم على المخطي ولا يخلي سبيلا والشرع يحكم على المخطي ولا يخلي سبيلا أخذ قراري ولا نيم اقتدي بالعمي واثبت وجودي مع اصحاب السعاده والفضيله واثبت وجودي مع اصحاب السعاده والفضيله عاشو ابليس ما وده يشوف البشر في جنه الحور لكن حنا نصلي كل يوم وكل ليلة يا فاتل الشعور قدامك رجال تفتل الشعور واللي مجنب عن صفوف الجماعة عزت صلاتك يمكن ان الذنب مغفور لكن المصيبه ليا صارت تسبي حق لله استتر يا اصحابنا خلوه مستور طيب طيب كب كب تزيله رياح الشرق ولا ما تزيله كب كب تزيله رياح الشرق ولا ما تزيله دام الطيب استتر يا اصحابنا خلوه مستور وشلون نعرج معك وانت مصدق وعده بالفور وتمونه بالقلم والمسطرة كأنك وكيلة كب كب مكانه وثابت ما يزول سنين وشهور لكن ينبعنا خلقكم لا تفرط فينا خيله أصدرت منشور تقراها العرب والغيت منشور ونعرف اللي يهاب الحمل واللي يرتكي له ونعرف اللي يهاب الحمل واللي يرتكي له راحت سلامات له
لكن القدر قوى لما تصلح فصيله مع فصيله.